يحن لخبزي ولمستي وقهوة أمه، ونحن في ذكرى وفاته الرابعة نحن لصاحب ثورة الكلمة، إلى واحد من أهم الشعراء الفلسطينيين والعرب، محمود سيد أحمد درويش، الذي لم تمنحه الحياة فرصة الوفاء بعهده لأمه حين وعدها بعشقه لحياته خجلا من دموعها إن مات ورحل قبلها. في مثل هذا اليوم من عام 2008 رحل الشاعر الفلسطيني محمود درويش، وإحياء لذكراه الرابعة افتتحت مؤسسة محمود درويش المتحف الذي حمل اسمه بحضور ممثلين عن مختلف الفعاليات الثقافية والوطنية. كل جملة من محمود شعرا ونثرا يمكن أن تكون قصيدة فلسطين كما كان هو صوت فلسطين إلى كل العالم. افتقدت محمود الإنسان، محمود الصديق، محمود رفيق الطفولة من أيام الطفولة وأيام الشباب. يضم المتحف العديد من المقتنيات الشخصية للشاعر العظيم محمود درويش، وصورا فوتوغرافية له مع عائلته وعدد من الشخصيات، بالإضافة إلى بعض الأوراق التي خط عليها قصائده الشعرية. في أشياء كتير حلوة شخصية يعني لمحمود درويش، بتلامس يعني ضمائرنا وقلوبنا ومشاعرنا، خاصة الأشياء اللي بتحكي عن هويته الأولى، الإقامات الجبرية اللي كان يعطى من قبل إسرائيل. 4 أعوام مرت على رحيل الشاعر الفلسطيني محمود درويش، الذي استطاع بشعره أن يخترق اللغات والقوميات ليصل إلى دول العالم بدون جواز سفر رسمي. هنالك موتى يمرون فوق الجسور التي سوف تبنونها، هنالك موتى يضيئون ليل الفراشات. هذا ما قاله شاعر الوطن والمرأة والأرض محمود درويش، الذي كان وسيظل منارة في قلب كل فلسطيني. من مدينة رام الله، نبى الفرسخ، قناة رؤيا.